Et c'est parti. Et c'est parti pour le semi-marathon. Mais regardez-moi cette image, mesdames et messieurs. Une marée humaine. Là, qui passe, qui franchit la ligne du départ. Et oui, mesdames et messieurs, ils sont venus de partout dans le monde. Mais encore de partout dans le royaume du Maroc. Oui, une marée humaine, mesdames et messieurs. Je n'exagère pas du tout. Mais regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Que des champions, ils sont... Voilà, c'est ça. Sire, à la marocaine. الرتبة التالية عادت للبطل المغربي دوسيا يغوبخيزون للمغرب وفي شخص عبد الله تاغرات كنفحت في الجمولائم بصراحة كانت ما كانتش مشاركة مكتفة من طرف عدائين كينيين كان عدائين من المغاربة السباق كان تكتيك كما لاحظتوا حتى لآخر مطاف والحمد لله انا جيت سعيد بهذه الرتبه الثانيه وشكرا. شنو اللي كيميز الماراثون ديال مراكش؟ ماراثون مراكش كيميز من ضمن الماراثونات على الصعيد العالمي بصراحه لان تنظف واحد الجمولائم والسباق سباق رائع غايه ما كانتش منافسه بصراحه هذا هو اللي خلى السباق ما تلعبش في واحد التوقيت جيد. الرتبه الثالثه عادت للبطل المغربي troisième, représentant le Maroc. سفيان بوقنطا. الحمد لله اليوم حصلت على الرتبة الثالثة والحمد لله أنا جد فرحان وكنشكر المنظمين اللي داروا صراحة ما دار في المستوى وعدائين كانوا كذلك في المستوى كانت منافسة قوية والحمد لله بفضل التجربة ديالي اللي عندي في السباقات قبل قدرت أول ماراطون عندي قدرت نسير الإيقاع ونفرق الجهد ديالي على السباق كامل وحصلت على نتيجة اللي جد إيجابية بالنسبة لي والحمد لله. بالنسبة للسباق اليوم كان تاكتيكي؟ السباق كان تاكتيكي وماشي تاكتيكي حيت تلعب في الأمطار الأخيرة وكما كتعرفوا هذا أول ماراثون بالنسبة لي صعيب أنك باش تفوز ولا تحقق شي رتبة اللي قوية ورغم ذلك قدرت نحصل على الرتبة الثالثة في الأمطار الأخيرة خلتني شوية السرعة لأن 42 كيلومتر ما ساهلاش شوية حسيت بالعياء في الأمطار الأخيرة ورغم ذلك اللهم لك الحمد حصلت على الرتبة الثالثة وأنا جد راضي على هذه النتيجة. ابنة الصورة تعود من جديد وتفوز بلقب الدورة الثالثة والثلاثين على مستوى نصف ماراثون. سباق نصف ماراثون مدينة مراكش اللي كيعرف الكل فهو سباق عالمي وأنا فخورة بهذا الإنجاز اللي حصلت عليه اليوم وكنشكر المجموعة ديالي اللي كنتريني أنا وياهم وكنشكر مدينة مراكش على التظاهر اللي كنظموا لنا صراحة اللي هي سباق جيد وفي مستوى صراحة كان عندي الحماس كنت عوالا نحط رقم قياسي للسباق وتمكنت من أنني نفرد من الكيلومتر الأول ونمشي ونساليت على الكوكبة ولكن ما تمكنت من انني نحقق الرقم ولكن تمكنت من انني نحافظ على الرتبه الاولى نظرا للجو كان قاصح بزاف وكان البرد كيف ما كتشوفوا ما قدرناش نزيدوا في الاخر مي الحمد لله.